السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان شاء الله النهاردة هعمل لكم فيديو عن البيبال وطرق الدفع المتاحة في مصر. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن البيبال بالتفصيل، وازاي من اول ما اعمل حساب لحد ما اسحب الاموال. اولا ايه هو البيبال ده؟ دي طريقة دفع الكترونية معروفة مستخدمة في العالم كله او في معظم دول العالم، خاصة أوروبا والأمريكا والاتحاد الأوروبي، ويعتبر برضو الصين في الموضوع ده وروسيا. طيب، في الوطن العربي بعض الدول زي مصر فيه قيود على استخدام البيبال بشكل صريح، وده نظرا لبعض الإجراءات الاحترازية علشان يعني بعض القوانين زي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. أهمية البيبال قلنا تلقي الأموال من العمل الفريلانس، نظرا لانها طريقه الدفع الاكثر شيوعا في العالم. النهارده هنتعرف مع بعض خطوه خطوه على البيبال، وازاي اربط البيبال ببطاقه او بحساب، وبعض النصائح. انتظرونا لاخر الفيديو. في البدايه هننتقل مع بعض هنا ازاي ان انا اعمل حساب على البيبال. هكتب افتح جوجل واكتب بيبال دوت كوم واضغط انتر. طبعا ضروري جدا ضروري جدا يكون عندي حساب على الجيميل، اعمل حساب على جوجل، او يكون عندي حساب شركة. يعني مثلا لو انا عندي ويب سايت مثلا ولا حاجة وعامل ليه ايميل خاص بيه، اقدر استخدمه مع البيبال. ولكن في الحالة دي بتستخدمه بشكل بيزنس، وهنعرف ازاي الموضوع ده دلوقتي. طبعا بنضغط ساين اب فور فري. بيسألني بيقول لي هل هو حساب شخصي ولا حساب أعمال؟ أنا أرجح وأرشح لكم يا جماعة حساب الأعمال، طالما إن أنت هتستخدمه في شغل مش مشتريات، وتضغط كونتينيو أو استمرار. النت طبعا ضعيف بسبب الامطار والعواصف اللي موجوده الايام دي في مصر. هنا بنضيف الايميل بتاعنا وبعدين بنضغط كونتينيو. بعد كده بينتقل معانا الى كلمه المرور. بكتب كلمه المرور وتكون معقده واحفظها ما انساهاش عشان استخدمها دايما. طيب انا عملت البيبال وعملت الاكونت، بس لازم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا يا جماعة. يعني أنا مثلا فرد اسمه أحمد علي محمد، ولما بيجي يكتب الإيميل بتاعه بيكتبه أحمد الجهري مثلا. ما ينفعش إن هو يروح يربط حساب البيبال باسم أحمد الجهري، لازم يكون الإيميل بتاعه اللي هيربط بيه البيبال يكون نفس اليوزر نيم، اسم المستخدم اللي هيربط به البيبال هو اسمه ثنائي او اسمه ثلاثي، يعني احمد علي محمد او احمد محمد او احمد علي، لازم يكون بالشكل ده علشان ما يحصلش مشاكل بعد كده في ربط اي فيزا او في اي عمليه تاكيد. بعد ما بعمل حساب البيبال وبخلص الموضوع ده، وطبعا بروح اكد على البيبال من على الجيميل، لما بربط بالجيميل بتاعي بيبعت لي ايميل عليه، بعمل فيريفيكيشن تحقيق، واضيف رقم تليفوني، واضيف كمان صوره شخصيه ليا، وبعدين يبقى كده البيبال بشكل تام التم تنصيبه. ازاي استقبل فلوس على البيبال؟ ازاي كيفيه استقبال الاموال على البيبال؟ الايميل اللي انا ربطت بيه البيبال هو الايميل اللي انا هديه للعميل، اقول له يسالني ابعت لك الفلوس على البيبال، اقول له اتفضل ادي الايميل اللي هتبعت عليه، فهو بياخد الايميل بتاعي ده. طبعا من هناك بيبدا يعمل تحويل، فالفلوس بتوصل لي وبتوصل لي رساله على نفس الايميل ان تم تحويل الاموال دي عليك. لكن قبل ما يتم الكلام ده كله هنتعرف ازاي اساسا، يعني انا كده عندي فلوس على البيبال، طيب ازاي اسحب الفلوس دي من البيبال؟ لازم اكون رابط البيبال يا اما بحساب بنكي، وده مش متوفر في مصر علشان لازم يكون حساب بنكي امريكي، او اكون رابط البيبال بفيزا وليس ماستر كارد، لان خلاص ما بيتمش ربطها بماستر كارد دلوقتي، لازم يكون فيزا.
وعلشان اسهل طرق الفيزا، اسهل طرق الحصول على الفيزا فيه طرقتين، فيه ان انا اروح اعمل حساب بنكي في بنك الاسكندريه واحصل على فيزا اكسبريس بطاقه، او الافضل من كده او الاسهل من كده اني يعني الاسهل ببساطه برضو ان انا اروح اعمل، هي الاسهل ليه؟ لان ممكن واحد يروح يعمل مثلا حساب بنكي يقول له طب ما انا عايز جواب من شغلك، عاوز جواب من الاتش ار في الشركه اللي انت شغال فيها، هو مش شغال في شركه ولا حاجه، فيبقى الموضوع اكثر تعقيدا عليه. بالنسبه للبريد المصري هنعرف مع بعض، هنعرف مع بعض دلوقتي موضوع البريد المصري. انت بتروح البريد المصري، بتكون بتشتري بطاقه، طبعا معاك بطاقتك الشخصيه، البطاقه لازم تكون ساريه لان لا يتم اصدار ايزي باي او طريقه او بطاقه البريد المصري دي اللي اسمها ايزي باي، ما بيتمش اصدارها الا لسنهم اكتر من 16 سنه. يكون معاك بطاقتك الشخصيه و25 جنيه ثمن بطاقه الايزي باي. طيب بعد ما بتدي بطاقتك الشخصيه والفلوس للفرد اللي هو مسؤول عن اصدار البطاقات في البريد المصري، بيسلمك البطاقه و بتخرج بتروح طبعا تتصل بخدمة عملاء البريد المصري، من هناك بيبدأوا يفعلوا البطاقة ليك. يعني بيعملوا ايه؟ بتديهم رقم البطاقة اللي هو الرقم اللي مكتوب على كارت الايزي باي وبياناتك، ودي ضرورية جدا يا جماعة، في الخطوة دي ضروري جدا 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 انك تدي بياناتك صح، بطاقتك الشخصية، تاريخ ميلادك، رقم تليفونك، اسمك، كل، وممكن يسألك كمان أسئلة تانية علشان يتأكد، يأكد البيانات، البيانات دي بيملاها عنده عشان لما يحصل أي حاجة بعد كده وتتصل عليه يسألك في البيانات دي فتجاوبه عليها. لازم تكون متأكد من كل البيانات اللي أنت بتقولها عشان لما تتصل بالبريد المصري تقول لهم وقفتوا لي بطاقتي ليه، فيسألوك تعرف تجاوب عليهم، لأنهم لو اكتشفوا إن مش أنت الشخص، أو حتى لو أنت وما جاوبتش صح، يبقى معنى كده ان في حد تم، حد سرق بطاقتك او حد بيحاول يستخدمها. طيب بعد ما بتعمل تفعيل للبطاقه عن طريق الاتصال بخدمه العملاء في البريد المصري، بترجع لمكتب البريد تاني وبتودع في البطاقه مبلغ 100 جنيه مصري. ضروري جدا تعمل عمليه الايداع دي، وهنعرف دلوقتي ليه الموضوع ده، ليه موضوع ايداع المبلغ ده في البريد المصري. طيب بعد ما بتودع ال 100 جنيه في البريد المصري، بترجع على البيت وتفتح اللابتوب الجميل او الكمبيوتر بتاعك، وتدخل على البي بال وتحط الايميل بتاعك والباسورد، وتدخل على الاموال او ماني. تمام، تدخل على الاموال او ماني وتعمل حاجه اسمها بلينك. في هنا يا جماعه عندنا حاجتين، عندنا البنك، وده مش متاح في مصر. قلنا مش متاح في مصر ليه؟ باختصار شديد جدا علشان بيتطلب حاجة اسمها الراوتينج نمبر، وده بيبقى موجود على الشيكات الأمريكية أو موجود على الشيكات، أو يكون عندك حساب أمريكي، أو يكون عندك حساب أمريكي. طيب فبتضطر كده إن أنت تروح تربط إيه؟ تربط لينك نيو كارد. لما تضغط لينك نيو كارد كده بيطلب منك مجموعة من البيانات لازم تدخلها. عبارة عن إيه البيانات دي؟ البيانات دي اللي موجودة على البطاقة بتاع حضرتك اهو. هنشوف مع بعض دلوقت موضوع اهو لينك اكارد، بتحط بتكتب هنا كريدت كارد مثلا اللي هي بتاعت فيزا البريد المصري، وتربط ونوع ونوعها فيزا مثلا، هي طبعا ما بيقبلش ماستر كارد دلوقتي، هي بس نوع الكلام ده كله، او امريكان اكسبريس. طيب وتاريخ الانتهاء والتلات ارقام اللي بيبقى موجودين على الظهر. جميل كده. طيب نرجع تاني للجزء اللي كنا واقفين فيه. بعد ما ربطت، بعد ما بربط الفيزا، بعد ما بربط الفيزا بالبي بال، طبعا بروح اتصل بالبريد المصري تاني، بيدي لي كام رقم؟ بيدي لي اربع ارقام، الاربع ارقام دول بفعل بيهم البطاقه اونلاين. طبعا بيتم هنا حاجه، بيتم ان سحب قيمه دولار ونص او 2 دولار من ال 100 جنيه اللي انت كنت اودعتها في البريد المصري، بيتم سحب 100 جنيه، اسف، دولار او دولار ونص او 2 دولار قيمه 35 جنيه مثلا مصري، ومن البطاقه بتاعتك، ويتم ردها فيها تاني. الكلام ده ليه؟ علشان يتاكد ان البطاقه شغاله.
يتصل بالبريد المصري تاخد منهم 4 أرقام التفعيل، وبكده يكون تم ربط البطاقة بالبيبال تماما، وكله تمام وكله زي الفل كده شغال لحد كده زي الفل. طيب باقي خطوة ايه بعد كده؟ خطوة ان انت تتلقى الاموال. طيب انا الناس بعتت لي اموال على البيبال، بستقبل الاموال دي. فيه طريقتين اقدر اسحب بهم الفلوس، يا اما ان انا اسحبها عادي لازم يكون واصله على الاقل، تكون واصله مثلا ل 100 دولار عشان تعرف تسحب، او ان انا استنى اول الشهر بيحول الفلوس تلقائي، ودي ما بياخدش عليها اي اي عموله يعني او اي رسوم. ليه الكلام ده؟ لان انا لو رحت سحبت بنفسي ممكن يعني عملت سحب دلوقتي مثلا وانا عندي اكتر من 100 دولار مثلا، فبروح اعمل سحب فبيسحب نسبه للبيبال بياخد رسوم، لكن السحب اوتوماتيك في اول الشهر ما بيكونش عليه رسوم، بيبقى مجاني. بعد ما الفلوس توصل لبطاقه البريد المصري بتاخد لها من 3 ايام ل 5 ايام عمل، بتكون اتحولت بالمصري، بتسحبها بالمصري بالجنيه المصري، تقدر انك تسحب الفلوس دي من اي مكنه سحب مثلا زي، واكثرهم طبعا دلوقتي استخداما هي بنك مصر، تقدر تسحب من 3000 ل 3000 ونص انت بقى وحظك، لان انا جربت مره 3000 سحبت، مره 3000 ونص سحب عادي جدا، تسحبهم 1000 وبعدين 2000 او 1000 ونص وبعدين 2000، يعني مش بتسحبهم دفعه واحده، ده يوميا تقدر تسحب يوميا المبلغ ده، او تروح تسحب بقى مباشر من البريد المصري. تقدر تعمل عمليات شراء اونلاين بقيمه 200 دولار وبقيمة 1000 دولار في الشهر، يعني البطاقة دي جميلة جدا وبطاقة مفيدة جدا لأي حد يحب إن هو يتعامل معاها. في هنا تحذير يا جماعة مهم جدا أحب إن أنا أنصحكم بيه، لو أنت ضربت البطاقة في مكنة وما لقيتش فيها فلوس ورحت مكنة تانية وما لقيتش فيها فلوس برضو، ما تحاولش تستخدم البطاقة، وقف. ليه؟ لأن البطاقة كده كده هتتوقف. ايه السبب الكلام ده؟ هما بيقول لك ان مثلا لو البطاقه اتضربت في اكتر من مكنه ولم يتم عمليه سحب، او حصل خطا في ان انت ناسي اليوزر نيم البي اي ان او الباسورد بتاعتك بتاعت البطاقه، بيوقفوها اوتوماتيك، لان بيتوقعوا ان البطاقه تم سرقتها. وده الموضوع ده حصل معايا شخصيا، سحبت في يوم وبعدين حاولت في كذا طريقه، اتصلت عليهم تاني قالوا لي اتصلت لما ما تمش العمليه، لما جيت تاني يوم اسحب ما تمش السحب، اتصلت عليهم قالوا لي البطاقه اتوقفت وتم وفعلوها تاني. طب فعلوها تاني ازاي؟ سالوني بقى في البيانات اللي انا كنت مدخلها في الاول، زي اخر 4 ارقام من بطاقتي، رقم تليفوني، عنواني بالتفصيل او العنوان اللي في البطاقه. لازم اكون عارف البيانات دي ومتاكد منها جدا يا جماعه، لازم اكون عارف البيانات دي ومتاكد منها جدا. هنتقل معاكم دلوقت لحاجه، وهي ان البريد المصري دلوقت عمل ابلكيشن اسمه ايزي باي، اهو يا جماعه دي الواجهه بتاع الابلكيشن، تقدر تدخل على جوجل، تقدر تدخل على جوجل اب وتنزل الابلكيشن ده وتدخل البيانات بتاعتك ويبقى عندك الابلكيشن. طب اهميته ايه الابلكيشن ده؟ اهو يا جماعه ده تقدر ان انت المعاملات والخدمات، تقدر تتابع كل حاجه من على الابلكيشن اللي اسمه ايزي باي، اهو يا جماعه تقدر. دي طبعا الصور دي مش تبعي انا، منزلها من على صفحتهم الرسميه نستخدمها بالشرح. فالراجل اهو بيقول لك يعني دي عن كشف حساب اهو، اهو يعني. طيب عندنا هنا حته حلوه جدا، تحويل داخلي. ايه هو التحويل الداخلي ده؟ او انترنال ترانزاكشنز. ايه هو الموضوع ده؟ لو انا مثلا هحاسب حد، يعني حد عنده بطاقه ايزي باي وانا معايا ايزي باي، فهحول له من بطاقتي اهو، ادخل المبلغ وبيتم عمليه التحويل. لو انا كاني مثلا بحول من بنك لبنك، دي حاجه جميله جدا. انا سالتهم برضو هل عندكم خطه، لما كلمتهم عندكم في الخطه ان انتوا تحولوا من البطاقه الى بنك، قال لي دي مش موجوده لحد دلوقت، دي مش موجوده لحد دلوقت. عندنا طبعا انصحكم ان انتوا تتابعوا الصفحة دي، فيزا البريد المصري او قنا فيزا. فيزا البريد المصري يا جماعة انصحكم تتابعوا الصفحة دي علشان بينزلوا كل الابديتس اللي بتبقى تخص هذا الموضوع. لو حد عنده اي سؤال او حد عنده
اي استفسار عن اي حاجة ما تنساش تسيبها في تعليق وهرد عليها بإذن الله. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتنشر الفيديو، ادعمنا وان شاء الله استنونا في فيديو تاني عن الترجمة ومحاضرة مهمة جدا للمبتدئين في الترجمة. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وبقول لكم يعني اتمنى طبعا تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب ونشر الفيديو مع اصدقائكم. اي حد تاني، اي حد عنده اي سؤال في موضوع البيبال او ايزي باي يسيبه في تعليق، وان شاء الله القاكم على خير في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.